لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر لأجلك يا إلى الله ندعو بنين وكم به تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بنين وكم به تنجلي يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون ويزكو أثر إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جرت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر.